والسداد والنجاح. تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات والمنافسات، وانطلاقة شوطنا 19 في مجموعة الأشواط، والشوط 11 المخصص للإبكار. الحقائق من المسافة المقررة 3 كيلومترات، ننطلق مع الصدارة ومع المقدمة مع المركز الأول. ما شاء الله نذهب اللي حامل رقم 48 الشاهينية حمدان بن محمد بن شرقة الوهيبي، والمركز الثاني من الجهة الأخرى قادم أسيل عبد الله بن ظاهر الفزاري على المركز الثاني، والمركز الثالث قدوم ما شاء الله من اللي حامل رقم 18 قدوم مياسه محمد بن علي بن راشد الزرعي، والمركز الرابع التقدم في المركز الرابع من اللي حامل رقم 32 اللي على المركز الرابع اشتعال عبد الله بن سعيد الرشيدي، والمركز الخامس ما شاء الله ما شاء الله قادم اللي حامل 55 صوغ ابراهيم بن سالم ابراهيم بن سالم الدرعي. نعود للصداره، نعود للمقدمه، نعود للي لا زالت متمسكه بدفه قياده هذا الشوط. الشاهينيه حمدان بن محمد بن شرقي الوهيبي على الصداره، الوهيبي على المقدمه، الله الله الله. والمركز الثاني اسم خطير، اسم قوي، تاتي اسيل عبد الله بن طاهر الفزاري على المركز الثاني، والمركز الثالث ما شاء الله قادمها اللي حامله رقم 55 صوغه ابراهيم بن سالم الدرعي، والمركز الرابع اللي حامله رقم المركز الرابع اللي حامله رقم 32 وهي اشتعال عبد الله بن سعيد الرشيدي، والمركز الخامس اسم جديد اول ظهور اللي حامله رقم 46 الزهره سعيد بن سالم بن حمد الوهيبي. نعود للصدارة، نعود للتغييرات التي طرت وجرت على صدارة هذا الشوط. ما شاء الله نرى التقدم من اشتعال أسيل عبد الله بن طاهر الفزاري على الصدارة وعلى المقدمة، والمركز الثاني تاتي على المركز الثاني مياسة محمد بن علي بن راشد الزرعي. ركز يا مخرجنا على الأسماء التي لم يحن موعد دخولها إلى المراكز المتقدمة. ما شاء الله أسماء قوية ننتظر دخولها في الأمتار الأخيرة. نعود للصدارة، نعود للمقدمة، لا زالت تسيل متمسكة بصدارة هذا الشوط، لا زالت تسيل تبحث عن نقطة هذا الشوط. يا عبد الله بن طاهر الفزاري على الصدارة وعلى المقدمة، والمركز الثاني الله 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 مياسة العود محمد بن علي بن راشد الزرعي. الزرعي يغير الصدارة، يغير المقدمة. والمركز الثالث الله اسم جديد اللي ضبية سيد بن حمد بن محمد الوهيبي على المركز الثاني. ما شاء الله ما شاء الله، ركز على اللي قادمها، ركز يا مخرجنا اللي حامله رقم 34 اشكر اللي حامله رقم 34 تاتي حلم الوهيبي بن محمد الوهيبي. والمركز الخامس اسماء قوية حان موعد دخولها مع الله مع الشاهنية سليم الصغير اللي حاضي. نعود للصدارة، نعود للمقدمة، حرك اللي بيحرك. ما شاء الله تاتي ضبية سيد بن حمد بن محمد الوهيبي، يبحث عن نقطة أخرى. وهنالك اسم جديد، اسم قوي قادم، الشاهنية سليم الصغير اللي حاضي انتقل للصدارة، انتقل للمقدمة مع الخمسمائة متر الخطيرة. الله الله، حرك اللي حاضي. والمركز الثاني ضبية سيد بن حمد بن محمد الوهيبي على المركز الثاني، والمركز الثالث على المركز الثالث. ولكن نعود للصدارة، نعود للجحافي اليحافي على الصدارة، اليحافي على المقدمة، سليم الصغير اليحافي على الصدارة وعلى المقدمة مع الشاهنية. ولكن ضبية قادمة سيد بن حمد بن محمد الوهيبي واليحافي، اليحافي والوهيبي مع من نقطة هذا الشوط. الشاهنية سليم الصغير اليحافي وضبية، ضبية والشاهنية، اليحافي والوهيبي. لكن اليحافي مع نقطة هذا الشوط، انتزع نقطة هذا الشوط. المركز الثاني أتت فيه ضبية سيد بن حمد بن محمد الوهيبي. المركز الثالث أتت فيه اللي حامل رقم 51 الشاهنية محمد بن حامد بن علي العمري. المركز الرابع اللي حامل رقم 27 وهي
الشايبة ناصر بن سعيد بن ناصر الحقري، والمركز الخامس اللي حامله رقم 44 وهيس الهوذا غصن بن سعيد الوهيبي، وتوقيت زمني قطعت الشاهنية سليم الصغير القحافي، قطعت مسافة 3 كيلومترات في 4 دقائق 34 ثانية 25 جزء من الثانية. يا سلام.